ولمتابعة التطورات الميدانية آخر المواقف الروسية والأوكرانية. معنا من كييف مراسلنا عامر عروقي، وينضم إلينا أيضا من موسكو الزميل عمر عبد الحميد. أبدأ معك عامر، كل هذه المعلومات المتداولة بشأن أي هجوم أو تسلل في منطقة بولغورود نفته المصادر الروسية وتحديدا وزارة الدفاع، ما دقة هذه المعلومات وكيف هي التطورات الميدانية والقصف على كييف تحديدا اليوم؟ نعم روبيل، يبدو أن وتيرة التصعيد تتصاعد تباعا، خاصة بعد الهجوم 18 على العاصمة الأوكرانية كييف. الدفاعات الأوكرانية قالت بأن الجيش الروسي وجه صوب العاصمة الأوكرانية ما يقارب من 10 صواريخ إسكندر، وهي المصنفة كصواريخ باليستية. الدفاعات الأوكرانية تمكنت من إسقاط جميع الأهداف المعادية، لكن بعض هذه الصواريخ تمكن من السقوط جراء عمل الدفاعات الجوية على مستوصف طبي، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأصيب أيضا 7 أشخاص. وأيضا ثار استياء المواطنين في أوكرانيا هو ردة فعل حارس أمن هذا المستوصف حينما رفض دخول أو أغلق باب الملجأ للسكان في محيط هذا الحي الذي نقف فيه. أغلق حارس الأمن ملجأ كان يريد السكان الذهاب إليه للاحتماء، مما أثار استياء وحفيظة المواطنين، وطالبوا عمدة المدينة بأن يكون هنالك تحقيق رسمي وأن تكون هنالك دوريات للشرطة تباعا للتنقيب والكشف عن الملاجئ. أما في خصوص الصواريخ التي بدأت تتساقط على العاصمة الأوكرانية كييف في هجومها 18، يوري إيغانت المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني قال بأن الجيش الروسي يستخدم صواريخ إسكندر، بخاصة أن الدفاعات الجوية لا تتوقع سقوط هذه الصواريخ، ونحن نرصد حينما يكون هنالك استهداف من قبل صواريخ باليستية لا يكون هنالك سماع لصفارات الإنذار إلا قبل أقل من 5 دقائق، ومن ثم يكون هنالك صوت انفجارات ولا يستطيع أحد الذهاب إلى الملاجئ، ولا يكون هنالك مساحة أو هامش للذهاب إلى الملاجئ حينما يتم إطلاق هذه الصواريخ الباليستية. وعلى ما يبدو بأن هذه الصواريخ تضيف عبئا على الدفاعات الأوكرانية، خاصة وأن الدفاعات الأوكرانية تحتاج إلى وقت لمعرفة مدى الوقت المحدد لوصول هذه الصواريخ. نعم عمر، الأمن الفيدرالي الروسي يتحدث عن كشف صيد ثمين، وهي عملية استخباراتية كشفت خرق الاستخبارات الأمريكية لأجهزة أبل لدبلوماسيين في موسكو فيما ينفي الكرملين وحاكم بلغورود إجلاء السكان أو التسلل الذي تحدث عنه كييف بالأمس. نعم، الوضع في بلغراد منذ أن بدأ الصراع الأوكراني هو وضع صعب، لكن هذه الصعوبة روبير يعني تزيد يوما بعد يوم في الآونة الأخيرة. أكبر الأحداث التي حدثت قبل حوالي 10 أيام من الآن، عندما تسللت مجموعة تخريبية كما قال المسؤولون الروس إلى بلغراد، إلى المقاطعة من منطقة خاركف أو من مقاطعة خاركف الأوكرانية، وتم القضاء عليها. منذ ذلك الحين تتواصل الضربات. حاكم بلغراد يقول بأن مدينة شبيكنا الحدودية مع خاركف أو مع مقاطعة خاركف تعرضت خلال الساعات القليلة الماضية ساعات الليل إلى 3 ضربات صاروخية بصواريخ جراد، أسفر هذا القصف عن إصابة 8 أشخاص. الحاكم يقول بأنه أطلع الرئيس بوتين بالأمس في تقرير مفصل على الوضع في المقاطعة. هناك مساعدات تقدم لمن يرغب من سكان بلغراد ومن سكان هذه المدينة الحدودية شبيكنا في الرحيل. اتخذ قرار اليوم بإلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب المدارس في شبيكنا. هناك أيضا كما تقول وسائل إعلام روسية اتصالات هاتفية تصل إلى سكان شبيكنا من أرقام أوكرانية تدعوهم إلى الرحيل عن المدينة، لكن لا قرار حتى الآن بإجلاء كامل من مقاطعة بلغراد أو من شبيكنا على الأقل التي تتعرض أكثر من
من غيرها لضربات صاروخية من جانب أوكرانيا. ما تحدثت عنه مصادر أوكرانية عن تسلل مجموعة إلى شبيكنا نفته السلطات الروسية جملة وتفصيلا. عموما روبير، الوضع في منطقة ومقاطعة بلغراد أصعب من غيره نظرا لقرب هذه المقاطعة من الحدود الأوكرانية، تحديدا من مقاطعة خاركيف. هناك إجراءات تتخذ كما تقول السلطات الروسية للحيلولة دون توسع ودون تصعيد القصف على تلك المقاطعة. فيما يتعلق بهذا الصيد الثمين الذي تحدثت عنه، وهو بالفعل أعلنت عنه السلطات الروسية وأعلن عنه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أنهم اكتشفوا اختراق مصدره أمريكي لأجهزة أبل الهاتفية التليفونية التي بحوزة مسؤولين أو دبلوماسيين في سفارات متعددة، لكن جهاز الأمن الفيدرالي يبدو أنه يتحفظ عن الكشف عن تفاصيل هذه العملية بانتظار هذه التفاصيل، لأنها يبدو أنها تدخل أيضا في نطاق الصراع الروسي الغربي ولكن من زاوية سيبرانية. الزميل عمرو عبد الحميد والزميل عامر عروقي مباشرة، عمرو من موسكو وعامر من كييف، وكل هذه المعلومات ومتابعة الأزمة.